السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ والنهارده انا اللي بقدم الحلقه، عشان النهارده انا فخم، النهارده انا جامد، النهارده انا هفترس السفره دي عشان اتعمل فيديو جديد وتحدي جديد، كفته فراخ شيش الوانات جديده. ايه رايكم؟ عرفونا الاضاءه اخبارها ايه، جوده الفيديو عامله ايه، الخلفيه اللي ورانا بتضايقكم ولا لا في الالوان وكده. تحب تقول حاجه؟ ازيكم يا جماعه، عاملين؟ يا رب تكونوا بخير دايما. سحر ما سمعتش كلام النهارده، قلت لها بعيدي عني، انا بقيت جامد، انا بقيت مفتري. قالت لي انا هطلع معاك تحدي ولازم اكسبك فيه. يلا نبتدي الفيديو، ما تنسوناش في اللايك وفي الاشتراك في القناه وفعل زر الجرس، يا اقوى واحلى اخوات في الدنيا. نبدا على بركه الله. نص فرخه ونص كفته، والعيش ده بره التحدي اختياري يعني. تمام، مع السلطه بره. السلطه بره التحدي، ماشي. بسم الله. كفته جنان، كفته روعه، كفته ملهاش حل. بلاش تاخد سلطه. هلا؟ حدش جرب الفيديو عشان هنقول معلومه حلوه قوي في نص الفيديو، في ربع الفيديو، في اخر. انت وحظك، ما تجريش الفيديو عشان تشوف الفيديو وتشوف مفاجاتنا ايه. اخد حق. قول يا رب. نار. اوكي، طب ليه بترقع الترابيزه ليه؟ ده اخطر من الكوري. مشكلة، ايه دعوة؟ لا بجد، بجد صعبة. شفتها جامدة. انت بتاكل ايه؟ انا مهضوم الشطه. صعبه. طبعا احنا جايبين اكل جاهز النهارده، لان البيبياد ساعه ثابت معايا قوي في الدهان. صبي نقاش ما مهلش تعمل اكل. بس ايه رايك في الرسمه دي؟ فنان انا، صح؟ 0 100 100 100 100 50 اللي عايز يعمل شغل القش. هتتصل مش هتلاقيه. اصبع. الله، انا مش شاطر على فكره. حبايبنا بيقولوا لك الشطه غلط على الحل. انا ما باكلش شطه غلط على الحل. ما انا عارف، انا كنت عايز ارد عليهم اقول لكم والله العظيم في الحمل في شطه حوالي على فكره، بس ما تطوعيش نفسك. أنا مش تسلم إيديكي. تسلم إيديك على أي حاجة يا حبيبتي. مش هي اللي عامله الاكل. انا مش كل اللي عامله الاكل. انت بتعملي في قلبي؟ رحت جبت من بره، في من على الشارع، وقفت في المحل وتعبت. وباكل. لا بس سيبك انت. انت الايام اللي فاتت بقى مظبطت لنا بشاميل وحاجات جميله. وصلنا. عملت لو اديتي صينيه بشاميل ونزلتها لها
ما قلتلكوش بقى اللي حصل في الصينيه دي. بس هنا شوف كانوا مستغربوا على الطعم، بيقولوا لي اكيد انت حاطه فيها حاجه صح. مش هنمل يا لمين. على فكره الكلام على الاكل سنه. انا هنقي نعمل بالسنه الرسول صلى الله عليه وسلم علينا عليه افضل الصلاه والسلام. افتح لي ايه والله الراجل بتاع التكليفات جاي ظبط لنا الدنيا، فادعمونا بقى الايام اللي جايه دي ان شاء الله. والله في جنب العافيه، ولو ما جاش هنقضيها مروح. لا التكليف مهم. اما ان انا جديد تقعد فين؟ اما ان انا جديد تقعد فين؟ تقعد فين؟ تقعد مع ستها كده كده. هم قاعدين مع ستهم. مع ستها انا مهم بتقبل عليهم. تقول لهم خلفوا انتوا مالكوش دعوه. وما بيكبروا على دماغنا. ربنا يرزق كل مشتاق. حماتي بتدلع العيال جدا. معظم الوقت اصلا هم تحت. عقبال هي الحسن ومحمد ومحمود ويحيى. ممنوع من الجلد ما باكلوش. ماشي؟ روعة روعة. طبعا احنا شغلنا لكم فيديو الأسرار قبل ده، مش عارفين بقى ايه اللي هينزل الاول. الناس اللي بتسأل صاحب بتودي فين، في باسكت تحتنا على فكرة عشان انا عارف التعليم بتاعتكم. في باسكت جنبي بشوف. مش عايز بس تبقى شكل الترابيزة شكل المنظر. وفي الاول في الاخر شقتنا يعني، من السعادة هنبقى شقتنا. لا في بس جنبي. اه ما جمالك ما ارواعك. انا كده خلصت النص فرختي. فاكر الكفته سبب
طبعا هو بطل. لا ايه بس لا انا خايف في دي كام صباع ماني كام صباع ولا كام بتاع سيبك الشباب كلها ايه هنركي خليك لما نيجي غير حد ما اكل السبعين دول احنا حاسين باخر صباع صرت على صباع ونص ما هم شايفين كده يا حبايب قلبي انا حلفت العقاب اللي في قلبي بقيت شريره الفيديو اللي فات ان انا لازم احط له في قفاه تلج بس انا ما رضيتش اجيب له تلج طبعا عندي المانجا اقوى من التلج بس المانجا عامله ازاي من كتر كميه التلج اللي فيها بس تقيله ايوه كده تلج تلج يا بابا تلج بقت شريره مانجا مخبله خدنا يا جماعه بس تلج وانا هنكتب الفيديو اللي فات ايش ويا تلج يا عم ايدك تحت اهو ايدك تحت ايدك تحت ويا تلج لازم كله يخلص يلا والحيطه باظت الحيطه اللي انا تعبان فيها اوعى بقى لا لا لسه 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 طب انت شلتي البتاع ليه؟ اغسلي وشك اغسلي وشك يلا سيب شويه دول حلوين لا 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 مش صعب مش هينين على سيب تلج لا استني نزلي ايدك تحت نزلي ايدك احسن من الحيطه باظت نزلي ايدك ايوه كده ايوه ده احسن ولا لما ارش لك معجون اقوم اجيب جزيله المعجون لا مفيش اكتر من المعجون عندنا والدهانات ميه تلج ده انت فوق حر وبكده يبقى الشفشق خلص ولا بيسموه ايه دوت خلص وانا كده على فكره كنت دمار في العقاب التحدي اللي فات هو اللي بينقط ده سامعين الصوت صح بتخر ميه يلا استنونا بتحدي جديد قولوا له جوه يلا لا فوقتك اهو عشان تعبت في المطبخ وكنت حرقان والله العظيم لا احط لك ثلج بعد كده اقسم بالله في العقبات اللي جايه خلاص يا ماما بعد ده مش هتكسبيني تاني انا مسيطر بصوا بصوا الفيديو اللي فات اصلا انت كنت ايه محميني بميه ساقعه تلج انا بقى جبت لك ال طب يلا طب انت جايبه اتنين ليه هي واحده بس تتعدى قد ايه مده قد ايه ما اقدرش استحملها كتير خلاص بس استني انت قدام ولا ورا الولية دي بقت شريرة لا ساعة طب انا احطها انا والله العظيم اللي احطها انا احلف اوعى صح صح التيشيرت حيش التيشيرت حيشها ورا قدام يا انت يا بنت يا بنت مين التيشيرت حي سيبها والله طلعها من التيشيرت طب ما هي طب سيبيها بقى الولية دي بقت مفترية اغسل ايدك يا حبيبي مانجا طب اصبري طب انت حطها على قفاها ليه مانجا مانجا طب دي طب اعوش اني اعوش دي احنا شايفين كده سيبها بقى سيبها احنا شايفين كده يا جماعه فعلا كميه التلج انا مش قادر امسك ايديا هنا لا استني بقى اما اشوف سيبها شويه فعلا كميه التلج رهيبه فيها وكده كله مش حاسس بقفايا عشان ما تفكرش تعمل معايا اي عقاب انت مش قادر مش حاسس بقفايا والله فكرش تعمل معايا عقاب انت مش قادر وبعد كده بس صدق عملت لي استرخاء عملت له رطوبه يا جماعه ضيعت التعب بتاع الشغل
يلا انا كده خدت حقي مفيش ليا طرق قديم خلاص كده الحمد لله رب العالمين. كده حديد حديد لا انا دوت ميه تلج انت بص بقى الدرجه بقت شريره وانتوا السبب انتوا السبب اللي خليتوها بقت شريره ماشي خليكم فاكرين زي ما انتم شايفين كده احنا قلنا خلاص خلصت الطريق القديم ربنا بقى يسهل ويكون في طريق جديد بس ان شاء الله مش هيبقى في طريق جديد يلا كلنا نروح نشوف الفيديو كده يا رب يعجبكم لايك بقى وشير ودعمونا محتاجين دعمكم فعلا لان احنا بقالنا فتره ما بننزلش فيديوهات والقناه في حاله استرخاء تام فلو بتحبونا دعمونا بلايك واشتراك محمود وجيش محمود وسحر كده يخشوا كده ويظبطوا لنا الفيديوهات يا جماعه عشان الفيديوهات بتاعتنا عايزه ريكاب كتير سلام.